ديكاتلو مصر. عاملين منطقة تلج في المول. هنا ب1100 يعني في المغرب 220 درهم، هو فعلا في المغرب 220 درهم، هو سعر درهم 60 جنيه. المول ده من ساعة ما جيت وانا حاسس ان انا في مكة. المول كله سعوديين وسعوديات عشان هو في مدينة 6 اكتوبر. السعوديين كلهم هنا. مدينة 6 اكتوبر اصلا فيها الجامعات الخاصة، فتلاقي فيها الخلايجة كتير، اخواتنا وحبايبنا. طبعا زي ما قلنا بتحسبش كده، يعني الجنيه جنيه بلد، وهي 1000 الحاجة مثلا ب1000 جنيه يعني 200 درهم، لكن هي 1000 جنيه بتطلع من جيب المواطن يعني زي ال1000 درهم. في الغلا في مصر حاليا. بالمناسبة المول ده أنا عامل فيه محلين، محل تحت ومحل فوق بتاع نظارات. 2017 من أسوأ المشاريع اللي اشتغلت فيها، كانت حاجة متعبة جدا يعني. مشروع المولات. المول ده يا جماعة من أكبر مولات أفريقيا. يعني هو كان متصمم إن هو يبقى أكبر مول في أفريقيا، في اللي يقول لك هو ده مول مصر، هو مول في إيجيبت. في مولوكو مول برضه، بس ممكن الكوبري اللي شامل برضه الجراج، مساحة الجراج وكله. مساحة الداخلية برضو كويسة، البراندات كلها موجودة. الصلاة عصفور ده اللي فتح في المغرب يا جماعة. Mm-hmm.
دلوقتي اوريكم محل من ضمن المحلين اللي عملتهم هنا. بركه الطعم الضبط اهو ده. المحل ده من تنفيذي في 2017. زي ما قلنا ده المول المنافس لملوك مول في كازابلانكا. عندنا مول مصر ومول المغرب او ملوك مول. السعودية كلها هنا.